اتلكدت تاني مرة. أنا مش خرابة بيوت، أنا ماليش دعوة باللي حصل بين بسمة بوسيل وتامر حسني. أصابع الاتهام تتجه لجليلة المغربية بعد طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل. جليلة المغربية كلمة السر في طلاق ولاد الأصول. جليلة المغربية بترد على اتهامها في التسبب في طلاق بسمة وتامر، وبتقول أنا تسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي، والسوشيال ميديا قايلين حاجات أنا مش قلتها. جليلة المغربية قالت أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة. موقع بصراحة هيكشف لكم الحقيقة اتهام جليلة المغربية في التسبب في طلاق بسمة وتامر حسني وإيه علاقتها بالفنان تامر حسني. جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشفت انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، واتجاه التهمة إلى البلوجر جليلة المغربية، وقال متابعين السوشيال ميديا جه خرابت بيوت. تعالوا مع بعض نعرف الحكاية. شفنا اليومين اللي فاتوا إعلان الفنانة بسمة بوسيل الانفصال عن تامر حسني، وكتبت على صفحتها الشخصية على انستجرام وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام. ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير. وتم تأكيد خبر الانفصال بعد 12 سنة جواز، لتتجه أصابع الاتهام من الجمهور ناحية البلوجر جليلة المغربية بالتسبب في انفصال تامر وبسمة. وده بعض الأخبار اللي انتشرت قبل كده عن وجود قصة حب بينها وبين تامر حسني. وقالت البلوجر جليلة المغربية في تصريحات صحفية بخصوص انفصال تامر حسني، عاوزة أوضح إني ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد، والكل بيتهمني إن السبب أنا بقالي سنة قافلة الموضوع تماماً. مش بس كده، قالت كمان أنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، وفي أكاونتات عاملين فوتوشوب لحاجات أنا مش قايلاها. وقالت كمان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل اسم ونصيب من ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة هي السبب، أنا مش شماعة تتعلق عليها أي حاجة تحصل. الموضوع مخلصش لحد كده. دي كمان أكدت إنها ما بتنزعجش من ارتباط اسمها باسم تامر حسني، وقالت أنا وتامر 10 سنين ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبطة بيه، دي حاجة طبيعية لأني بحترمه على المستوى الفني والإنساني، وربنا يوفقه ويكتب له الخير، وانفصاله حاجة من ربنا لأنه بيجيب لينا الخير دايما. وسبق وكشفت جليلة عن علاقتها بتامر حسني، وده اللي أشعل الموقف بين تامر وبسمة، وكادت الأزمة توصل للطلاق. وقالت في تصريحاتها انها عاشت مع تامر حسني 11 سنة حب قبل زواجه، ووضحت انها قبل زواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم واحد كانت معاه، وما تعرفش الموضوع ده تم ازاي. وقالت كمان عشت معاه قصة حب لمدة 11 سنة، لا هو عيب ولا حرام، لكني مش خرابة بيوت وعلاقتي بيه ما تقطعتش بعد زواجه، وكان لازم ارد لما تسبيت في شرفي والموضوع وصل لأهلي.